بكره حتشوفوا فيديو اليوتيوب ما لبي غيس. عم بيجينا مسجات من كل بلدان سيدوني لما بفرح ويكرهوني لما بفرح. قبل اي شيء بعرف رح تقولوا سحبت عليكم وهو فعليا بلا سحبت عليكم. أسو فاجأت الجمهور بستوري وهي عم تبكي وكتبت عليه باي. من بعد ما شاركت ستوري طلبت فيه من المتابعين أسئلة جديدة لتجاوب عليها بفيديو على يوتيوب، فيا ترى ما سبب بكاء أسو برأيكم؟ قمر الطائي شاركت هاي الصورة من المطار وأعلنت عن مغادرتها لتركيا لبلد معين ما ذكرت اسمه، وتابعت بهالستوريهات وأكدت أنه حينزل فيديو اليوم نعرف من خلاله لوين سافرت قمر وما السبب السفرة. نور مار تأقلم مع الشلة الجديدة وأصدقائه الجداد بدبي، فعم بيحضر لمقلب خطير بغيث مروان. خير كلا بسألني ليش نشارت رام غيس؟ بكرة راح تشوفوا فيديو اليوتيوب ما لبي غيس. أخيرا زبط المالك فيه، خليكم بكرة جاهزين على الساعة 4 والساعة 5 بتوقيت الإمارات. أبو الروب شكر متابعينه على تفاعلهم وإعجابهم بفيديو الأربعة مليون واللي صعد الترند بعدة دول. آخر مقطع نزلناه على يوتيوب، مقطع الأربع مليون، دخل ترند في كثير بلدان في الوطن العربي. عم بيجينا مسجات من كل بلدان، إحنا عندنا ترند رابع، هناك ترند سادس، هنا ترند أبصر شو، كل البلدان والحمد لله. قناة عصومي وليد على يوتيوب تتخطى حاجز السبعة مليون مشترك، فهيك عم يقتربوا بشكل كتير كبير من العشرة مليون. فشارك عصومي هالستوري وعلق من خلاله بي وصرنا سبعة مليون على اليوتيوب، بحبكم والله. فألف مبروك لعصومي وليد. قبل يومين سافرت نور ستارز لبلد ما أعلنت عن اسمه، فبلشت تحليلات الجمهور تكثر. فمن بعد ما شاركت هذا الفيديو على تيك توك لخصت فيه رحلتها، بينت طائرة من بعيد مكتوب عليها الطائرة الصينية، فكتب المتابعين عن إمكانية أنه يكون البلد الصين. فشو رأيكم أنتو؟ نزلت فيديوهات التعاون اللي كانت بين هيلا تي في وعائلة تالين تيوب على يوتيوب، من بعد ما أقامت هيلا تعاون مع عزاز عرور مؤخرا كأول تعاون لها من بعد عودتها ليوتيوب. سارة أعلنت عن عودتها الغريبة جدا ليوتيوب من بعد انقطاع دام شهر كامل بإجابتها على سؤال متابع سألها ليش سارة تركت اليوتيوب، وأجابت سارة بي راجعة بأقرب فرصة بإذن الله. رغد اختفت من على السوشيال ميديا لأيام ورجعت بستوريهات جديدة من جديد، اعتذرت فيها من الجمهور وذكرت أنه السبب هو عودتها للجامعة. قبل اي شيء بعرف رح تقولوا سحبت عليكم وهو فعليا بلا سحبت عليكم، مش عارفه يومين او ثلاثه ما نزلت ولا شيء على كل السوشيال ميديا، لا على انستا ولا على تيك توك ولا على شيء. وهو صراحه يعني في سبب واللي هو انه قربت الجامعه يا جماعه، فكنت هيك صار لي يومين محتارة مش عارفة انه شو المواد اللي بدي انزلها بما انه بلشنا سنة جديدة. احتفلت بيكي بعيد ميلاد احمد النشيط بدبي بمطعم تونسي باجواء تونسية 100%. جودي سكيت عم يستعد لاطلاق اغنيته الجديدة وفيديو كليب حصري تحت عنوان انا بيزي، وشارك مبارحة تيزر الفيديو كليب على انستغرام. سيدرا صدمت الجمهور بهذا الستوري على انستغرام واللي بيّنت فيه دواء وعلقت بإيموجي الإزعاف، فشو برأيكم صار مع سيدرا؟ الجمهور يترقب عودة نارين بعد انقطاع دام أسبوع بسبب أنها كانت مريضة وتعبانة، وإمكانية تنزيلها لفيديو جديد على يوتيوب هاليومين.